لك يعني الفوز النهارده بالنسبه للنادي الاهلي معنويا مش مهم، مش مطلوب انك تفوز وانك تستعيد الكره الجميله، مش الحاجات دي برضو بتدي ثقه يا ابو حميد؟ طبعا طبعا مطلوب ان نفوز وتعمل كره جميله وتستعيد الشكل للنادي الاهلي اللي انت افتقدته. بتلعب بعيد عن اي ضغوط على الاطلاق، ما عندكش اي ضغط باي شكل من الاشكال، لكن المؤكد ان كل الحاجات دي ما بتفرقش مع المدربين الاجانب. يعني الفوز ما بتفرقش تاريخ، لا هم ما هو بقول لك انا خلصت البطوله وبتاع، سيبوني انا بعمل حاجات تجريبيه بشكل عام. حياتك لا، يعني شفنا ده مع جوزيه قبل كده يا كابتن. لما كان ماتش الاهلي والزمالك، جوزيه كان تركيبه تانيه. لما جه ماتش الاهلي والزمالك وقال لك انا خدت الدوري خلاص، وراح هو خد قرار لعيبه ولا 10 من الاساسيين وخسر 2-0 وخسر، وقال لك ولا تفرق معايا يعني. وفي الكاس، كاس قال لامير عبد الحميد على لعيبك ولعبه فاينل كاس ولعبه، والاهلي كسب 4-3 كان ماتش 4-3 فممكن تلاقي فاينر. يعني هل فاينر هيفكر؟ بس خلي بالك برضه جوزيه عمل ده بعد كام سنه، مش من اول سنه بالظبط. خلينا نكون امنا يعني هو فاينر دلوقتي مطالب بانه يستعيد الرونق الجميل، شكل النادي الاهلي، الثقه مع الجماهير، لان الناس فقدت الثقه بشكل كبير جدا بعد الاداء المهتز في الماتشات الاخيره يعني. فمؤكد ان هو يعني المفروض يسعى لده، المفروض يعمل ده، واعتقد ان هو هينجح بدرجه كبيره، لان ما عندوش اي ضغوط خالص. الدوري انتهى بالنسبه له، دي مباراه يعني رسميه وتقدر تجرب فيها زي ما انت عايز، خصوصا الفرق اللي قصادك هتلعب بنفس القوه وبنفس الحماس، لان لسه اذا كنت انت حسمت مركزك فمعظم المراكز في الدوري غير محسومه تقريبا يعني، فده هيساعد انه يعمل شكل.